حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ما فيني ما أقرأ أي صفحة أي صفحة. يا الله، ولا تيأس مهما بلغت أوزارك، ولا تقنط مهما بلغت خطاياك، فما جعل الله التوبة إلا للخطأ، وما أرسل الأنبياء إلا للضالين، وما جعل المغفرة إلا للمذنبين، وما سمي نفسه الغفار التواب العفو الكريم إلا من أجلك أنت أيها الإنسان. فالخطيئة خطوة إلى الجلوة وإلى الخلوة وإلى الغفران، إنك تخطئ فيغفر وتغفر، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. عجبت إلى قوم إذا احترمتهم احتقروك، إذا احتقرتهم احترموك. قال الحبيب: أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، والإنسان بدون أخلاق ليس إنسانا على الإطلاق. قال الماء للزيت: كيف تعلو عليا وقد أنبتت شجرتك؟ أين الأدب؟ قال الزيت للماء: أنت نشأت بين الأنهار ردرادا، وأنا على العصر والقهر صبرت، فالصبر مفتاح الفرج والفردوس، فالصبر سر الأسرار، فبالصبر يعلو القدر. اصبر قليلا بعد العسر يسرا، وكل أمر له وقت وتدبير، ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل، وإن العسر يتبعه يسر، وقول الله أصدق من كل ما قيل. يوم الجمعة ظهرية، بحر وشمس وحرية، ولو قالوا بالنشر الرعد ما تصدق هالخبرية. الموظف بالسمرون ماسك أسطل المية، ومرمرون غيش من الضحك مسكر له الحنفية. مهضومين، والحقيقة وحدة يا أخوتي، بس ما في إصبع مثل التاني. الحقيقة ما بتتغير، الأواني بتتغير، ونحن بنختلف على الأواني، ما بنعرف المعاني. فإذن اقرأ أيها العربي، اقرأ ما بين السطور مش ما بين الصدور. أنا الألف وأنا النقطة وأنا الموجة، هل أنا الكونية مش الأنانية، وأنا المحيط. وتتشوف المحيط بدك تدوب وتموت بالمحيط. ويا محيط حيط يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، أنا أنا، نحن نحن، نحن أبناء قوم قوام، وإلى الأمام سر يا سر الأسرار يا حبيبي. ونحن مع الحنان المنان، وأرحنا يا بلال، وكلنا من نور الله، وأمنا الأرض وعمتنا النخلة. سر كتير كبير هيدا 9/11 محطوط بهالكتاب، بتقرأه وبتحس في نشوة فيك غريبة، ما فيك تعرفها، بس ترفع إيديك بتحس بالنشوة موجودة بالإنسان. ما في لزوم تروح لمطرح. أنا بروح بسافر عند أصحابي من غرفة لغرفة، يعني بصير بغرف أكتر. عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئا، ومن العلم إلا قليل. فإذا سر الأسرار بأهل النور والأسرار.